قال محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية خلال اجتماع للجنة الأمنية بالمحافظة أنه آن الأوان للاجتماع على كلمة سواء، ويكفي من اتهامات وتخوين لبعضنا البعض خاصة في ظل المعترك السياسي الحالي، مضيفا أنه يجب أن نتفق لنحدد موقع حضرموت والتي يجب أن تكون رقما لا حاصل قسم لهذه المعادلة أو تلك. ومن خلال اجتماعنا هذا نتوجه لكل أبناء حضرموت في كافة مدنها وقراها ونقول لهم: أفلا آن الأوان أن نجتمع على كلمة سواء؟ ألا يكفينا اتهامات لبعضنا البعض؟ ألا يكفينا تخوين بعضنا البعض؟ لقد سنحت لنا فرصة لن تتكرر، دعونا نغتنمها. معادلات سياسية تلوح في الأفق، أين موقعنا منها؟ وهل نحن رقم أم سنكون حاصل قسمة في هذه المعادلة أو تلك؟ دعونا نكبر بحجم حضرموت، والأمل فيكم كبير وفي جمع كلمتكم وتوحيد الرأي لما هو في صالح حضرموت وأهلها.